القلب. سلام منا إليكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليمن بعيون عربية على قناة عدن سكاي. نفنى على أرضك، نموت وأنت تعيشي يا يمن، يا ساكنة بين الضلوع، روحي فداكي والبدن، أنت الهوية والهوى، يا عشق منه ما نتوب، دمت لنا يا فخرنا، يا السعيدة يا أرض اليمن، لازلت في حبك رضيع حتى يواريني الكفن، فتحت عيني في جنتك يا جنة الدنيا يا يمن، يا زاد روحي والنظر، أنت ويا قوت القلوب، دمت لنا يا فخرنا، يا السعيدة يا أرض اليمن. لو خيروني بغيرها كل العواصم والدول، حتى بلندن أو جنيف، ما أختار غيرك لي وطن، أنت فصولي الأربعة واللحن والصوت الطروب، دمت لنا يا فخرنا، يا السعيدة يا أرض اليمن. منها استمديت الشموخ والصبر بأوقات المحن، من سفح سبا معدني ما مات مجدي واندفن، شامخة ورافع هامتي بالفخر ما بين الشعوب، دمتي لنا يا فخر العرب، يا حاوية كل فن، انت الحضارة والأصل، وعن حبك أبد ما نتوب، صحيح بعيد عنك بس لا من ذكرتك يئن القلب، أن انت العزيزة الشامخة ما مثلك في كل الدروب، والله والله ما نتخلى عن حبك أبد كلا ولن، لكل حب والوفاء وخلوها ترعد رعود، تتربص الأعداء فيك وتنشر في أرضك فتن، إحنا رجالك يا يمن، حتى نفنى من الوجود والعنبوه كل من تجرى والطاول عليك يا يمن، والله والله لا تعود أمجادنا للعالم ونعلنها علن، اليمن حرة أبية شامخة وعلى عين الحسود. مشاهدينا الكرام، ضيف حلقتنا لهذا اليوم فنان متعدد المواهب، ممثل متمكن ذو شخصية قوية على المسرح، له ثقله الخاص، قدم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والأفلام. معنا الفنان اللبناني هادي رودولف، ولكن بعد هذا التقرير. الفنان والممثل وصاحب المواهب المتعددة اللبناني هادي قدوح، المعروف باسم هادي رودولفو، خريج كلية الإعلام جامعة بيروت العربية قسم مرئي ومسموع، حاصل على عدة شهادات في تقديم البرامج التلفزيونية والإذاعية. هادي من محبي تقديم البرامج الفنية وعشاق التمثيل، ويتحدث بعض اللغات في مقدمتها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية. عمل في راديو ليبيون ستار صوت الخليج وقدم البرنامج الفني شوفي ما في، كما عمل فترة عامين كعارض أزياء. بدأ بعدها بتصوير بعض الإعلانات والفيديو كليبات، كما تميز في مجال الدوبلاج ليبرز بعدها في التمثيل المسرحي، لينتقل إلى التمثيل التلفزيوني وشارك في عدة مسلسلات، ثم شارك في عدة برامج تلفزيونية في لبنان. ومن أبرز أعماله الدرامية اللبنانية مسلسل غزل البنات، ومن هنا كانت انطلاقته في عالم الدراما، ومن بعدها مسلسل بلحظة والهيبة وكل الحب كل الغرام ومسلسل 50 ألف وغيرهم من الأعمال التلفزيونية. وكان لهادي بعض المشاركات الخارجية على المستوى العربي، منها مسلسل من يطفئ الشمس وهذا المساء في جمهورية مصر العربية. كما أن للأفلام نصيبا، فقد انتهى مؤخرا من تصوير فيلم كذبة بيضاء، وقريبا سيكون في السينما اللبنانية. هادي يحضر هذا العام مسلسلات لبنانية وسورية، أعمال مشتركة كمسلسل بوح السنابل ومسلسل جوليا ومسلسل حبيبي اللدود والطريق. هادي رودولفو فنان لبناني يمتلك نظرة ثاقبة لمستقبل مشرق. جمهورنا الحبيب، مشاهدينا الكرام، شفنا معكم تقرير مبسط عن الفنان هادي رودولف، وخلونا نتعرف عليه أكثر في الأستوديو. أهلا وسهلا فيك هادي. أهلا فيك أبلان، أهلا فيك، نورتنا ونورت قناة عدن سكاي وبرنامج اليمن بين عربية. تسلم وجودكم. الله يسعدك، اليمن كلها بتكون سعيدة باللقاء هذا.
وأنا سعيد جدا كمان، خاصة اليمن حبيبي والله، ما ينوصف بكلمات أكتر ما هي إحساس أكتر. حبيبي يا هادي على راسي والله، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك. طبعا هادي لسه جاي من بيروت إلى القاهرة، وسبب جيته هذا بنخليه لنهاية الحلقة. خلينا الآن نتعرف على هادي أكثر، وحابين تعرف الناس كيف كانت بداياتك. بداياتي بلشت فيها في الموديلينج فاشن شو، قبل كان اللوك غير هلأ كليا، وانت بتعرف يعني الشعر الطويل، كنا نقدم تياب اكسسوارات ممكن كمان، وبعدين تقدمنا لعملنا دورات تمثيل ومسرح ودخلنا عالم التمثيل. وانا خريج مسرح، خريج اعلام اساسا. اوكي، ومكملين عم نتقدم يوم بعد يوم. يعني بدايتك الفنية كانت سنة كم تقريبا؟ 2010. 2010 بدأت. قبلها كان لك طموح ثاني، ميول آخر، شغل آخر بعيد عن التمثيل؟ ممكن بالإعلام أكتر كمقدم برامج يعني. ما شاء الله، يعني قبل 2010 قدمت برامج أو كان طموحك تقدم برامج؟ كنت بدرسها لسه في الجامعة. ما شاء الله، بعدين انسحبت للتمثيل وأجواء التمثيل. بس بعدني لهلأ أنا متمسك بالإعلام كمان. طبعا أكيد. يعني ماسك هنا وهنا، والأقرب لقلبك منهم؟ هلأ لا، تمثيل. تمثيل لا أكتر. أو ما شاء الله عليك، أنا شفته طبعا هو يمثل ما شاء الله، ثقل ثقل على المسرح. تسلم تسلم ولا تسلم حبيبي. طيب بدأت من 2010، إحنا الآن 2018، يعني 8 سنوات. أهم الأعمال اللي قدمتها طوال الثمان سنوات هذه؟ هلا قدمت اعمال كتير، بس انه اكيد ممكن حتى لو كانت بسيطه عانت لي كتير، يمكن بمحل من المحلات، يمكن مع ناس يمكن درجه اولى بالتمثيل، كنت فخور انه يمكن بوقف قدامهم، لانه تقريبا المشاهد الصغيره اللي قدمتها مع الكبار، مش اي حدا كنت عم مثل معه بالمسلسل او الفيلم يعني. من بميناتهم مسلسلات يمكن شهروا اكثر بالعالم العربي برمضان، مثل الهيبه، حبه كراميل، وغيرهم كتير يعني. وهلأ عم نحضر لرمضان كمان 2018، إن شاء الله تكون، وهالسنة دعسة قوية يعني فينا نقول. سلام عليك. طيب عروض مسرحية، قدمت عروض مسرحية؟ عروض مسرحية قدمت في بيروت ولا برا بيروت؟ لا في بيروت، كله في بيروت، كله في بيروت يعني. عروض مسرحية يعني كلها هادفة. سلام. بتعرف أوضاع لبنان والقصص يمكن اللي بتصير بلبنان، كنا نعمل قصص يمكن هادفة لنوعي الشباب أكتر، ونوصل رسالة بإحساسنا نحن اللي عن جد حاسين، غير أنه أنت عم تمثل على خشبة المسرح، حاسين بهذا الشيء لنطلع لنوصل الرسالة. وحمد الله يعني الرسالة كانت عم توصل 100%، والجمهور كان عم يتفاعل، وكنا نضلنا دايما يعني. يا سلام، وأكيد دم هادي فيها لازم رسالة توصل، لازم الجمهور يتقبل. أكيد أكيد لازم حبيبي يعني. هادي طيب، أعمال قادمة حدثنا عنها. أعمال قادمة شخصيات مختلفة يعني، ما في شخصية مثل الثانية يعني. إن شاء الله مشارك بأربع مسلسلات لرمضان السنة هذا. أي ما شاء الله. الله، وكله تقريبا لبناني أو مشترك لبناني سوري مصري أو لبناني وسوري. والتصوير فين كله؟ في بيروت. بيروت تقريبا كله. جميل. في بيروت يعني. والحلو أنه في بيناتهم يعني بدي لك الشخصية يمكن اللي بيكون مثل بمسلسل من المسلسلات اللي هو يمكن من عائلة غنية واللي هو المهذب، يمكن هيدا قريب لشخصيتي اللي أنا بالحياة العادية. لكن شخصية تانية مثلا أنا المريض نفسيا يعني، الأدوار هذه تيجي صعبة، صعبة شوية تركيب يعني. لا دخلت يمكن أنا في المود، بقيت يمكن 4 أيام في البيت غرفة لوحدي يعني، عشان تدخل في المود وقريت النص و... ايه طبعا صعب صعب يعني، غير أنه أنت عم تمثل دور يمكن عادي بتكلم الحكي، عم بتقول السكريبت أو أي شيء. كل شيء فيه إحساس بحبه، خاصة بالدرامية كمان. هلا ميولي منه كتير كوميدي، بس كتير بيقولوا لي بيلبق لك يعني، بس ان شاء الله ممكن نجرب شيء يعني. او كمان الدرامي، الادوار الدرامية بتعلم عند الناس، اكيد بتيجي صعبة. الكوميديا ممكن نلاقيها فترة عند اغلب الفنانين، بس الدراما مو اي حد يجيبها، لازمها متمكن. مزبوط. والكوميديا كمان لازمها برضو موهبة، كل مجال وله ثقله في الساحة. بس بحس ممكن الكوميديا خلص حفظتك كوميديا، يمكن صعب العالم تتقبل انها تكون بمسلسل درامي يعني. كذا مثلا عنا فنانين مسلين هن كوميديين اساسا يعني، وشاركوا بمسلسلات درامية ما كانوا ناجحين يعني. وهنا تكون هالمشكلة، وهنا تكون كمان شطارة الممثل يعني.
بعض الممثلين عرب بنتكلم عن مستوى عربي شفناهم على طول كوميديان، فجأة يدخل في جو الدراما ما نتقبله أبدا. والبعض أضرب مثال في بالفنان حسن حسني، طبعا عارفينه ملك الكوميديا في العالم العربي، ولما نشوفه بأدوار جادة أدوار شرانية نشوفه بأسلوب مختلف تماما. حتى كمان قصاي، فعلا قصاي كان كوميدي قبل كتير في مسلسلات سورية، وحتى اشتغل كتير مسرح كوميدي. ونفس الوقت لو بتشوفه بالدراما قوي، فهنا حرفية الممثل تظهر للناس. فشيء صعب برضه يعني ان الحد يتنقل من لون الى لون اخر. اكيد اكيد، دائما بيسالوني انه التمثيل سهل ماشي، يعني لانه يمكن ما بيعرفوا الشغل اللي نحن بنشتغله والتعب يمكن اللي بنتعبه، انه مش مهم يلا كاميرا بوجنا ونقول الحكي يعني. وبيستغرب اكثر شيء انه في حفظ بالتمثيل، يعني منو ما نجيب الكلام يعني اذا ما في حفظ نالفه يعني. لو هو الناس مو مدركه انه المجهود الذهني اقسى واتعب بمليون مره من المجهود البدني. اكيد فبيقول لك تمثيل سهل يا جماعه، اوقف امام الكاميرا وجيب لك كلمتين وروح. لا، الموضوع فيه مجهود ذهني غير طبيعي، الشخصيه، تاريخ الشخصيه، ابعاد الشخصيه، انت لازم تدرس اشياء كثيره عشان توصل لحاله معينه المخرج طالبها منك او عشان توصلها لقلوب الناس. الموضوع جدا صعب. ما هو لتدرس الشخصية كمان بدك وقت قبل ما توقف قدام الكاميرا والتصوير، يعني لازم يكون النص معك من قبل بفترة تتكون انت هذا الشخص اللي مش انت بالحقيقة. فعلا، فانك تنسلخ من شخصيتك تخش في شخصية ثانية، الموضوع ابدا مو سهل، يتطلب مجهود ذهني ومجهود بدني كمان، فاحنا اخذنا كل حاجة يعني. حبيبي يا هادي. حبيبي تسلم. انت في مصر، هل حابب تفتح خطوط شغل هنا في مصر؟ ان شاء الله. ايه ان شاء الله. هلا مسرح، هلا تلفزيون، هلا ممكن حنشوف يعني الاثنين اللي انا ميول لهم، بس انه اكثر حبلش تمثيليا. جميل. مسلسلات، ولو لقينا شيء كمان كتقديم كمان يا سلام، ما عندي مشكله. اكيد حسب الوقت، حسب شغلي، حسب كل شيء. انت في هوليود الشرق، مصر الحبيبه، كل شيء فيها متوفر ومتاح. مصر ام الدنيا مثل ما أكيد بيقولوا. اكيد اكيد. طيب هادي، في مخرجين معينين في بالك من مصر حابب انه تلاقي معهم فرصة شغل، يعني انه تشتغل معهم، تغير من الجو اللبناني تدخل في الجو المصري؟ هلأ في بالي ما في مخرج معين، وانا بهالقصص ما بحب اذكر اسماء، لانه في كتير مخرجين مصريين مبدعين جدا، يعني جدا يعني نشوف نحن بالدراما وبالمسلسلات او الافلام اللي بتنعرض يعني. فإن شاء الله بنتعامل مع ناس شاطرين وقوية يعني، بس ما بشان هيك أنا ما بحب أذكر أسماء. دايما الأسماء ببعد عنها، حد يسهى كمان، حد يسهى عن اسمين إيه، لأنه ما بحب التفرقة يعني. كل واحد عنده شغله، كل واحد عنده طريقة كيف يخرج المسلسل عليك. وفي شاطرين كتار فعلا. إن شاء الله في الأيام القادمة نشوف هادي على الشاشة المصرية العربية. الشاشة المصرية عمرها ما كانت شاشة مصرية، كانت شاشة عربية لكل العرب. فإن شاء الله نشوفك في إحدى القنوات المصرية معتلي الصدارة. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. هذه نخش في محور الحلقة ونسألك سؤال بسيط. أكيد طبعا. ماذا تعرف عن اليمن؟ اليمن بالوضع هيدا هلأ ماذا أعرف؟ بشكل عام يعني معلوماتك عن اليمن. أنا يعني لما أول شيء قلت لي عن المقابلة إنه اليمن، يعني ممكن ما كانت يمكن ببالي قد ما كنت بس اسمع من العالم اليمن اليمن اليمن، ودائما كنت حاول فوت وشوف مواضيع عن اليمن، بس يمكن ما كنت اقدر يمكن افهم شوي. يمكن اللغة لانه صحيح عربية، لكن اللهجة مختلفة جدا يعني، غير انه مثلا مصري اردني سوري ممكن تفهم اللغة، وكمان بتسمعها المصري الاردني سوري بتسمعه كثير في مسامعك، بس اللهجة اليمنية ما تسمعها غير. ايه المشكلة يمكن هيدا، عشان هيك يمكن حتى اذا بدك تحضر يمكن مسلسل او فيلم يمكن ما حتفهم الكلام يعني اللي عم بيقوله، فما بتقدر تتابع. بس ان شاء الله يكون في تطور اكتر لقدام، وكل شيء بيصير هدوء هنيك، لأنه كلنا عرب بالنهاية. أكيد إن شاء الله خير. طيب تعرف معلومات عن اليمن، حضارة اليمن، أهم معالم اليمن التاريخية، عندك خلفية عنها؟ هلأ في كتير بعرف أنا يعني حسب ما بسمع، بس ما بعرف بالضبط شو هني، لأنه أساساً ما زرت اليمن قبل. يعني يمكن لو زار اليمن كنت بقلك، لأنه أنا بدغري بحفظ يعني من حلو. لا، أكبر دليل يومين في القاهرة وحفظ شوارع القاهرة كلها. الحمد لله. لا ما شاء الله عليك.
طيب جمهورنا الحبيب الفنان هادي يسمع عن اليمن، لهجة اليمن ما جت على مسامعه بشكل كبير، بس اليوم راح نثبتها. وعدكم فقرة تحدي اللهجات راح نثبتها. خلونا نروح وإياكم نشوف تقرير عن اليمن حضارة وشعبا ثم نعود. أسماؤها كثيرة، من الأرض الغنية إلى الأرض المقدسة، إلى بلاد الغرائب وصولا إلى بلد القصور والطيب. هذه هي اليمن السعيد، حضاراتها ضاربة في أعماق التاريخ، التاريخ الذي يؤكد اعتزازه ووقوفه معها على اعتبار أنها تمثل مع الحضارة الفرعونية أقدم الحضارات، حيث أكد المستشرقون أن اليمن كانت إحدى دول المثلث الحضاري، اليمن ومصر والعراق. ومما لا ينسى تاريخ سبأ وبلقيس، وكانت اليمن في الزمن القديم موطن فيضان بشرية وهجرات متواصلة طوال 30 قرنا من الزمان، فمنها هاجر الكنعانيون الذين استوطنوا مصر الشرقية والشام وصحاري الشرقية. قال عنها الباحثون في الأثار القديمة أنه يوجد في عرش بلقيس أكبر معبد من معابد الحضارات اليمنية القديمة، يعود تاريخ إنشائه بحسب النقوش التي تم العثور عليها حتى الآن إلى القرن 12 قبل الميلاد، ويعتبر من عجائب الدنيا، تاريخ يمتد لأكثر من 10,000 سنة، تحدث عنها القرآن الكريم وذكرتها كتب التاريخ كأعظم الحضارات الإنسانية في التاريخ القديم. قصة الحضارة كتاب موسوعي وتاريخي من تأليف الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي ويل ديورانت وزوجته إيرل ديورانت. أكد فيه المؤلف الحقائق التاريخية الثابتة التي تتحدث عن تاريخ وحضارة اليمن، كما تحدث عن قصة جميع الحضارات البشرية منذ بدايتها وحتى القرن 19. يتسم هذا المؤلف الضخم بالموضوعية وبالمنهج العلمي، يتكون من 11 مجلدا استمر في كتابته 40 عاما، من عام 1935 حتى عام 1975. لم يتجاوز هذا المؤلف الحقائق التاريخية عن اليمن، لكنه أخطأ في بعض الأسماء ولم يحرف التاريخ كما فعل بعض الكتاب العرب. يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، الذي يعتبر من أعظم مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، أن حضارة اليمن أقدم حضارة في تاريخ البشرية، وتعتبر منذ بداية خلق الإنسان، وهي أقدم وأعظم من الحضارة الفرعونية والبابلية، بدليل قوله سبحانه وتعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ومعنى لم يخلق مثلها في البلاد يعني ذلك بلسان الخالق عز وجل، بأنه لم توجد لا من قبل ولا من بعد حضارة تساوي هذه الحضارة التي كانت في أرض اليمن. وجاء ذكرها في القرآن الكريم لعظم هذه الحضارة في التاريخ البشري، ورغم المحاولات المستمرة من بعض المؤرخين وعلماء الأثار العرب بتزوير أقدمية الحضارة اليمنية وجعلها طي النسيان، إلى أن اليمن بحضارته وتاريخه الكبير كان ولا يزال هو الأقدم، هو مهد الحياة البشرية، ومهما حرفوا في كتبهم لن يستطيعوا تحريف كتاب الله. مشاهدينا الكرام، شفنا معكم تقرير مبسط عن اليمن وحضارة اليمن، و ايش رايك؟ انت سمعت في المعبد اللي ذكر في التقرير خلفي؟ انا سمعت فيه للمعبد بقى، بس ما كنت ناسي اسمه، مش هناك ما بدي اقول شيء غلط، بس رجعت شفته. حلو حلو، وان شاء الله نهار يوم من الايام اكيد لازم نزور اليمن، لانه مناظر في اثار، في تاريخ كمان له. فعلا لازم إن شاء الله، بس يهدى الوضع في اليمن لازم نحضر كذا فعالية هناك وتشرفونا فيها إن شاء الله، وإن شاء الله راح تتم بإذن الله إن شاء الله. طيب
المصري بتفهمه، السوري بتفهمه، اللبناني فاهم له تبعكم، اليمني ما بتفهمه. نخش معك في تحدي اللهجات، ايش رايك؟ يلا عشان نخش عشان نثبت اللهجة اليمنية كذا شوية في مكان. بس أكيد كل شيء حقوله حتفسر لي شو معناته. أكيد هي أمثلة شعبية. لا لا لا، في نفس الوقت بقول لك معناه إيش، بس بعد ما أنت تنطقه صح. طيب نخش في أول مثل، يقول لك من قابس الناس يقبس، ولا قبس لا يقول أح. من قابس الناس يقبس، ولو قبس يقول أح. لا يقول أح. لا يقول أح. لا يقول أح. من قابس، من قابل الناس قابس. من قابس الناس أيوه. قبس يقبس. من قابس الناس يقبس، ولو قبس ما يقول، أح. أو على فكرة نص الكلام لغة عربية، بس في بعض مصطلحات تغير المفهوم العام. هي معنى المثل هذا إنه اللي آذي الناس راح يؤذى في يوم من الايام، بس اذا اذى لا يتشكشك او لا يشتكي للاح، يعني الاذيه. ايوه يعني ما يتوجع، لا تتوجع، لانك بتاذي الناس راح يجيك الاذى مره ثانيه، بس لا تتوجع ساعتها كذا. طيب على فكره هي سهله، احنا لازم نخش في الثقيل، لانه قبل التصوير يا جماعه بيقول انه قدها وبيجيب كل الامثله وبيتحدى اعداد البرنامج، فواثق من نفسه بشكل فما عليه. يلا راح نشوف، ادخل لنشوف الأصعب اللي جاي. ايوه راح نشوف. طيب يقول لك بغيت الأعور يناوسنا فرقز عيونه وفزعنا. مرة ثانية. بغيت الأعور يناوسنا فرقز عيونه وفزعنا. بغيت الأعور يناعزنا؟ ايه يناوسنا. بغيت الأعور يناوسنا فرقز عيونه وفزعنا. فرقز عيونه وفزعنا. ششقي وشنديلك مشان كراك. ششكولي شمن كده شمن كراك. علحنا. لا هي ششقي وشنديلك مشان كراك. ششكل شنديلك. ده مثل لبناني؟ ده؟ اللي انت بتقوله ده؟ لا ما قلتش حاجة. بس انا ما قلتش كده. ششقي وشنديلك ششقي شنديلك. ايوه مشنكراك. يلا قولها على بعضيها كده. ششكي ايوه شنديلك ششني شنديلك. شنشني شنشني يا مطر رشني. طيب شو هاي توصل شو ششني ششقي قي. ششقي وشنديلك. ششقي وشنديلك مشنكراك. مشنكراك. طيب هذا معناها انه لما كنت مدين لي فلوس، انا طبعا جبتها في اغلب الحلقات لانها صعبه، فلما اشوف ضيف كذا قوي اجيب له هذا فيعجز شويه. يعني معناها اذا عندي لك فلوس انا ششقي حشتغل، شندي لك حجيب لك، مش انكرك انا مش حنكرك انا. هذا معناه حشقه يعني. في كلمه تعزيه طويله، انا قعدت اتمرن عليها تقريبا ساعه. مشتس كل نحناش. مستل مستش كل نحناش. مستش كل نحناش. كل نحناش. يلا قولها على مستش بعض. مستش كل نحناش. لا قولها على بعض. مسكش مستش. مستش كل نحناش. قولها على بعض مرة. مسكش ما مستش كل نحناش. مستش كل نحناش. معناها مسكش كل نحناش. مسكش كل نحناش. معناها هي. حاول أحللها يعني مسكش كل نحناش. يعني مستش كل نحناش يعني ما بتقدروا لنا. ما راح ما تقدروا لنا يعني مو قادرين علينا. هيدي قوية خلص. طيب في مثل يقول بوسة من المليح ولا عشرة من الخيب. بوسة من المليح ولا عشرة من الخيب. الخيب خيب مفهومة هذا. بوسة من المليح يعني بوسة من حدا كويس أو منيح. أيوه. ولا عشرة من الخيب. ولا عشرة من الخيب يعني اللي ولا عشرة من الناس يمكن اللي خيبك او شيء من الخياب الناس اللي مش كويسه. مش كويسه يعني انا هي اللي بتخيب بوسه يعني. من المليح ولا عشرة من حد مش كويس. مش كويس فاهمني. هذا مثل هو غزلي اساسا. هو غزلي يقول لك بوسه من بنت تكون حلوه ولا عشرة من عشر بنات مو حلوين. مو حلوين. اي حلو. بوسه من المليح كمل. بوسه من المليح ولا عشرة من الخياب. من الخياب. بوسه من المليح ولا عشرة من الخياب. ايوه شوف الامثله اليمنيه بالنكهه اللبنانيه لها طعم ثاني والله. طيب ضحك المشافر والقلب كافر.
ضحك المشافر والقلب كافر. يا جماعة والله برافو عليك. بيجيبها برافو عليك. طيب اللي نديله بالملعقة شنديل أنا بالكريك. اللي نديله بالملعقة علشان نديله أنا بالملق. دي مصرية صح. يعني علشان نديله أنا بالملق بالملعقة يمكن. لا اللي نديله بالملعقة. اللي نديله بالملعقة. شنديل أنا بالكريك. شنديله أنا بالكريك. اللي نديله بالملعقة شنديل أنا بالكريك. شنديره أنا بالكوريك. شنديل أنا. شنديل أنا. شنديل أنا بالكوليك. بالكوريك. كوريك. كوريك. أيوه. شنديله أنا بالكوريك. يلا. اللي بديله أنا بالملعقة. شنديل أنا بالكوريك. شنديله أنا بالكوريك. لا شنديل أنا بالكوريك. شنديله أنا بالكوريك. لا شنديل أنا بالكوريك. شنديله أنا بالكوريك. شنديله أنا أنا. شنديله لا أنا بالكوريك. لا شنديل أنا. شنديل أنا بالكوريك. بالكوريك. ايوه يلا اللي نديله بالملعقه شنديل انا بالكوريك. اللي نديله انا بالملعقه شنديله انا بالكوريك. لا شنديل انا. شنديل انا. والعقده شنديله انا انا. شنديل انا. شنديل انا بالكوريك. شنديل انا بالكوريك. اللي بديله انا في الملعقه شنديل انا بالكوريك. بالكوريك. طيب طيب المثل معناه انه انت لو في حد تريد تجامله اللي انديله بالملعقه الملعقه اللي هي ناكل بيها اللي انديله بالملعقه يعني اللي بجيب له شويه خير شندي لنا بالكوريك. الكوريك هذا اللي يستخدموه في المباني. الكوريك هذا الكبير هذا اسمه كوريك في اليمن. فاللي انديله بالملعقه شندي لنا بالكوريك. يعني اللي اجيب له انا شويات هو كريم بيجيب لي اكثر من اللي أكثر. انا بجيبه يعني هذا معناه. يا ويلنا من البدوي لا تمدن يشرب الملق بالشوكه. الملق بالشوكه. يا ويل أنا يا ويل أنا من البدوي لا تمدن يشرب الملق بالشوكة. يا ويل أنا يا ويل أنا من البدوي لو تمدن يشرب الملق. يشرب الملق من الشوربة. 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 في حد ذكر الشوربة؟ إيش معنى الشوربة؟ بس الشوربة. شوربة الشوربة الحساء يعني. الحساء. الحساء. كيف حالك يا أخي العرب؟ أنا بخير. وأنت كيف حالك؟ أني بخير الحمد لله. أتيت من بيروت؟ نعم وهو مشوار شاق جدا. على الجياد؟ كلا على الجمال. على الجمال. الحساء ذكرتني بأيام. هو الشوربة برضه هو نفس المعنى بس أنت ما قلت المرق بالشوكة. هي الشوكة. الشوكة وأنت قلتها الشوربة. أيوة أنت شفت؟ يعني أنا الشوكة شوربة. سامحوا يا جماعة سامحوا أول مرة. سامحوني. أيوه. بعتذر. طيب حابين نسألك سؤال. خلصنا فقرة تحدي اللهجات لكن كانت حماسية يعني كان. لا برافو عليك. يلا في معكم أمثلة قريبة من الأمثلة هذه صح؟ بس تقريبا بس بمعاني غير معاني مختلفة يعني. طيب خلصنا من الأمثلة الشعبية. إيش رأيك بالأكل الشعبي اليمني؟ هل تعرفت عليه من قبل؟ للأسف للأسف لأنه بلبنان ما عندناش مطاعم يمكن يمنية تكون شعبية. حتى ما سمعتش مش يعني ما سمعت إنه في إذا في مطعم يمني في لبنان. ما سمعت. لا ولا حتى شفت شكل الأكلات ولا لمحت حتى. ممكن صور أو. أوكي طيب ما رأيك خلينا مع المشاهدين. مشاهدين الكرام هادي ما يعرفش اي حاجة عن الاكلات الشعبية اليمنية ولا قد ذاقوا من قبل ولا قد مرت في تاريخه. خلونا نجيب بعض الاكلات الشعبية اليمنية ونخلي الفنان هادي يذوقها ونشوف رأيه بالاكل اليمني الشعبي. كونوا معنا. محبوب على جدار الزمن هذه اليمن
مشاهدينا الكرام، جبنا بعض الأكلات اليمنية الشعبية وخلينا الفنان هادي يذوقها ونشوف رأي هادي بالأكل اليمني. هادي كيف؟ لذيذ أول شيء كثير، لأنه أساساً في أكلات قريبة متشابهة مثل المنسف اللي عندنا، الرز واللحمة واللي هو عندكم. أوكي، أنتوا تسموها منسف اللي هي عندنا، يا إما تجي زربيان يا كبسة، والما تعرف أكثر الكبسة يعني. حتى الدجاج هيدا عقد الدجاج عنا يا بسموه تقريبا، هو الدجاج الصيني، هي الخلطة الصينية اللي نفس بنعملها. الطريقة بنفس البهارات، بهارات مختلفة يمكن هون الكمون أكتر، بس إنه نفس الشكل كمان يعني. أوكي. يعني نفس الأكلات بس يختلف طريقة التصنيع بشكل بسيط يعني. والحلوى العريكة سنينية تسموها سنينية تسموها كذا، اسمها سنينية علشان الولد الطفل لما يولد أول سن بيعملوها يعني. وعلى فكرة العريكة عندهم بيسووها نفس عندنا بالجوز واللوز والزبيب، بس عندهم جيبوها الأولاد أول ما تطلع له سن، إحنا عندنا أول ما يتزوج الشاب مؤخر يعني. أنتوا قبل نحن بعد. طيب إيش رأيك بالفحصة؟ الفحصة فحصة قوي. لا كمان لذيذة، كمان عندنا منا اسمها شرحه، نحن شرحنا بقى، لكن من دون الحساء الشوربه، هذه الشوربه اللي معها الحساء، ورجعنا للحساء الشوربه الحساء. طيب هي الزوم اللي معها، نحن عندنا اسمه زوم. زوم الزوم عندنا شيء ثاني اللي هو عصيد، وزوم فيها زوم كذا زي المرقه. ايوه بس يعني بطريقه مختلفه، يعني طريقه مختلفه ناشفه من غير المرقه صح. اوكي طيب الشفوت، الشفوت كمان لذيذ، هو تقريبا يمكن افتكرت هو يمكن العجة. عجة؟ ايه العجة؟ العجة بيعملوها هني من طحين وشومر. أيوة. تنعمل بالزيت وبيطلعوا هيك مثل الدجاج لكن عجين. اوكي يعني مختلفة عنها، بس مختلفة الطعم بس تقريبا حسيت بطعم قريبة منها. أيوة ممكن يعني. عشان الطعم متقارب. أيوة. طيب والمعصوبة، المعصوب مع الموز، الموز ايه فتة موز. هلا المعصوب مش كتير حبيتها يعني، بس العريكة احلى. ايه العريكة احلى حبيبي، اكيد العريكة احلى ما دام ابدا يحبها، هالشي طبيعي. عموما الاكل اليمني ايش رايك فيه؟ لا لذيذ لذيذ. وعلى فكره لزيز. على فكره يعني لو كانت حلاوته بنسبه معينه عندك ضاعفها اذا اكلته طازج، مختلف تماما يعني. هو عشان جايبينا اوردر لهنا وكمان قاعد تحت التكييف فتره فبرد فيتغير طعمه شوي. واساسا انا صريح يعني، مش لانه انا عندك حبيبي. في البرنامج بقول هيك يعني، قلت لك مثلا هيدا انا ما حبيتها كثير يعني اكثر من العريك، بس اجمالا لا لذيذ لذيذ يعني، بقدر اكل براحتي وخلص يعني. حبيبي يا هادي، في الايام الجايه لازم اخذك كذا نروح على مطعم يمني تذوق الاكل طازج يجي ان شاء الله. ان شاء الله. المهم عجبك الاكل؟ الحمد لله. كسبنا كمان صوت لبناني في الأكل اليمني الشعبي، جمهورنا الحبيب أكلنا أعجب هادي، وفي تشابه ما بين الأكلات بس طريقة التصنيع مختلفة وطريقة الطبخ مختلفة. خلونا نروح وإياكم نشوف فيديو لبرنامج لقمة لزميلتنا بسمة، وهي تجيب إحدى الأكلات اليمنية وطريقة تحضيرها. ادعموا البنت هذه وادعموا برنامجها اليوتيوبي لقمة، وخلونا نشوف الفيديو ونرجع مرة ثانية.
عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام متابعي قناة عدن سكاي. نعود إلى ضيف حلقتنا لهذا اليوم، هادي منور الحلقة والله. والله بوجودكم حبيبي يا هادي. حابب أسألك سؤال كذا عابر، يعني هو مش عارف إجابته عندك، بس إذا مو عندك إحنا نجيبها لك عادي، عد الجمايل يعني ما في مشكلة. يلا. هادي، ما هي أعلى قمة جبل في شبه الجزيرة العربية؟ قول لي كمل. صح؟ صح؟ شفتوا جاوب يا جماعة، عارف هو بالفطرة يعرف الإجابة. إيش اللي أنا مش عارفها؟ شبه الجزيرة العربية أعلى جبل فيها إيش؟ على قمة. بنجيب له إحنا المعلومة. مفاجأة السؤال بس. لا إحنا بنجيب أسئلة من باب المعلومات عشان نصدرها للضيف، بنجيبه كطريقة سؤال وهي بالأساس معلومة توصل له وتوصل للمتابعين. كنت تقول لي يعني حضر نفسنا نرجع. لا ما هو الهدف كذا. الهدف كذا. هو يعتبر جبل النبي شعيب من أعلى الجبال في الوطن العربي، والذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 3700 قدم، وأعلى قمة في شبه الجزيرة العربية، ومتواجد في اليمن في العاصمة صنعاء. على قمة جبل فين؟ أول ما المعلومة أول مرة بسمعها يعني. إيه ما هو غريب، ما بعرف ليه، بس إنه مش سامع فيها يعني. في معلومات كثيرة ناس كثير ما تعرفها، أشياء كثيرة سواء في اليمن أو برا اليمن يعني. في كمان أشياء في مصر في بيروت إحنا ما نعرفها، عشان كذا نحاول نعمل يلا أي تواصل، نشبك العالم العربي. أيوة كله في جمهورنا الحبيب. حابين نشوف تقرير مبسط عن جبل النبي شعيب، ثم نعود نكمل فقرات برنامجنا. كن معنا. وأنت تقف على حافة هذا الجبل الشاهق والجاثم على مناطق بني مطر بصنعاء، فعليك أن تدرك أنك في قمة تجاوزات السحب والغيوم، وأنك في جبل النبي شعيب أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية، والذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 3700 متر فوق مستوى سطح البحر. جبل النبي شعيب يعد من أجمل الأماكن المرتفعة التي لا يقطنها إلا أناس أشداء بسبب الارتفاع الشاهق والبرودة التي تصل إلى بضع درجات ما تحت الصفر. يجبرك جمال المكان وشموخه على البقاء فيه والاستمتاع بما أبدع الخالق عز وجل، حيث يشتهر هذا المكان بالزراعة رغم قسوة الحياة فيها. فمع شموخ الجبل وظل الغمام وبهاء القمر وسطوع الشمس، يتميز جبل النبي شعيب بروعة المنظر وتحفة المشهد بين أحضان النسيم وندى السحر. مثل الجبل الفناء الأول للراحة والبهاء، فالزائر له ينبهر بالارتفاع الذي تمثله الطريق للقمة، لقرى بيت معدن والقليص وبيت الأحمر المتناثرة على الجبل، معظمها لا تزال تحتفظ بعاداتها وتقاليدها القديمة، والأهالي لا يزالون يحتفظون بالبساطة والاحتفاء بالزائر. تشعر بذلك وأنت تتحدث مع أي شخص، فتصافحك الابتسامات قبل الأيادي. لحظات جميلة لا تنسى، والهواء العليل يداعب أجسادنا بهواء بارد ينسينا كل هموم الدنيا. وحين تذهب إليه لا تريد أن تفارق هذا المكان الذي قد لا تلقى مثله في أي بقعة أخرى، وما يزيد الشجون شوقا. ومن على هذه القمة تستطيع النظر باتجاه محافظة الحديدة عروس البحر الأحمر، وخاصة في الليل لنرى أنوار المدينة تتلألأ، فنكاد نطير إليها ونسبح في بحرها الساحر. لم نرتوي من جبل النبي شعيب، ومهما أجبرتنا ظروف الحياة والحرب على أن نفارق من نحب، فإننا سنعود إلى أحضانه مهما طال الزمن أو قصر. عدنا لكم مشاهدين الكرام بعد أن شفنا تقرير مبسط عن جبل النبي شعيب، والتي يعتبر أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية. ونعود لضيف حلقتنا هذا اليوم هادي. أحب أسألك عن الأزياء الشعبية اليمنية، إيش رأيك فيها؟ هي ممكن قريبة كمان الأزياء الشعبية اللي عنا اللبنانية، لأنه كان في ممكن الفولكلور اللبناني. على فكرة أنت بتصدمني بمعلومات أنا الأول مرة أعرفها، أنا زرت لبنان مرة واحدة بس ما عرفت المعلومات. بس ما هتشوف الفولكلور اللبناني المزبوط، لأنه هلأ هو بينعمل أكتر بس بالمسرحيات اللوحات يعني الراقصة، اللي هو اللبس الشعبي اللبناني قريب منه؟ قريب قريب. أوكي
يعني قريبين من بعض بالأكلات، قريبين من بعض بالأزياء، يعني على الرأس الخشخش والإيدين. إيه. بس هذا ممكن تكون أقصر مش طويلة هالقد كان. في يعني حسب، في ليك في أنا ثلاث حسب أزياء. أيوة هوك بس نعرفهم كل مجمل قريب جدا يعني منه قريب منه. أوكي يعني اكيد في ربط. ايام الاجداد اكيد كان في ربط، ما دام في تشابه في الاكلات وفي الازياء في ربط قوي حاصل. ايش رايك في الجنبيه اللي هناك؟ اي الجلبيه جنبيه الجلبيه، لا الجلبيه اللي هو الثوب، الجنبيه اللي في النص، هذا اللي هي شبه ايوه هذه اللي في النص، اللي السكينه اللي في النص، هذا الحزام هذا. ايوه وكانك اول مره تشوفها. ما عرفتها؟ لا مش اول مره بشوفها، بس انا لبستها عندكم في بيروت على فكره. عندنا الجلابية، بس هيدي ممكن اسمها جنبية. جنبية؟ الجلابية غير هذا. الجنبية اللي تحت. ايوه هذا الجنبية. هذا احنا نسميه ثوب. بس انتوا قريبين لمسقط؟ مسقط؟ اه ما هو بعمان. بعمان ما هم عمان بس بيلبسوها كده على جنب. كنت في عمان عندي مسرحية وشفت كل بس أصولها يمنية. بعدين انتقلت لعمان وانتقلت بعدين لبعض دول الخليج. بس حلوة يعني، وبيعتبروها كمان بعمان هو البدل الرسمي يعني في الشعبي. زي الشعبي هم. زي الشعب اللي بيطلع، احنا كمان زينا الشعب اللي بنطلع فيه، بس في المؤسسات بنلبسه برا، بنلبسه في الأفراح، زينا المتعارف عليه. حلو هيك واحد يضلوا على تراث تاعه. هسا نحن عنا اللي هو الشروال، اللي هو الرجال يعني. بيجي الشروال مع الطاقية الحمراء هذا هو، مثل بزة هيك مع قميص أبيض، ولها نكهة. حلو. لها نكهة. نكهة جميلة والله. بس الوقت بيعتبروها بس مثل ما قلت لك، بالمسرحيات، بالرقص، يعملوا قصة فلكلورية. بس فعلا، بس ما بتلاقيش عالم يلبسوا في الشارع. خلاص هي مع الأيام راح تنزحم الشارع، ويجي بدلها التطور التكنولوجي هذا والحضاري، بيشيل كل الاشياء هذا. بس قدر المستطاع بنحافظ عليها اكيد. لازم وهذا واجبنا. قبل أن نطلع الختام، احنا دائما نختمها نخلي الضيف يجيب رساله للشعب اليمني، فحب نسمع منك رساله للشعب اليمني. رساله للشعب اليمني ويمكن كمان للشعب العربي، ما بدي احدد لانه شخص، لانه كل بلد له ظروفه وله قصصه. فعلا. بس يا ريت كلنا نتحد، يا ريت يمكن الروس الكبيرة نحاول ما نمشي وراها. ما بدي أعمل قياس وتشبيه ما بين راعي الغنم والأغنام وراهم. خلينا كلنا نوعى شوي، التطور عم بيزيد، التكنولوجيا عم بتزيد، كمان خليها تطور شوي عقل كل إنسان يعني بالعالم العربي، تيشوف كل بلد ببلده، من لبنان لسوريا للأردن لليمن لكل البلدان العربية، شو عم يعملوا، لوين ماشيين. وبعدين فعلا، والله يقدم النصر لليمن ولسوريا ولكل البلدان اللي فيها قصص. الحمد لله على كل شيء. يا رب. الله يجمعنا على خير ان شاء الله، ويعم السلام في كل ربوع الوطن العربي ان شاء الله. الله يسعدكم جمهورنا الحبيب. وصلنا واياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج اليمن بعيون عربية. انتظرونا في حلقات قادمة وضيوف من مختلف أقطار الوطن العربي على قناة عدن سكاي. كونوا معنا.